كرسيان بلاستيكيان وأدوات يدوية بسيطة أعاد بهما الفلسطيني هاشم الجاروشة الحياة إلى مهنته وصالونه الذي دمر وأصبح أثرا بعد عين جراء استهدافه بطائرات الاحتلال خلال التصعيد الأخير على غزة. ففوق ركام صالونه يمارس عمله مجددا ليوفر قوت أسرته ومحافظا على مصدر رزقه الوحيد. فحبيت اني انا اوصل رسالة من هذا المكان، من فوق الركام، من فوق الدمار اللي احنا تسببت فيه قوات الاحتلال والطائرات الحربية، انه انا استمر من فوقه هذا واظني مستمر في هذا العمل، في هذه الهواية، وحظني ان شاء الله مستمر. زبائن الحلاق هاشم لم يفارقوه على الرغم من تدمير هذا الصالون، والذي كان وفق الطراز الحديث لما يحتويه من أجهزة ومعدات متطورة لحلاقة وتصفيف الشعر، كلها دمرت ولم يبقى منها شيئا. صالون حلاقة هذا ايش فيه في قلبه؟ مقص ومشط وفرشاة حلاقة تقصف الاف 16 بست صواريخ. ليه بتقصف مقص فرشاة تاعت حلاقة بتقصف؟ هذا من فشلهم. تدمير هذا الصالون يعكس ادعاء الاحتلال باستهدافه الاماكن العسكرية خلال تصعيده على غزة، فتقديرات المختصين تشير الى تعرض اكثر من 1400 وحدة سكنية للهدم الكلي و13 الف اخرى اصابها الضرر الجزئي. شعب يوسف، قناة النهار، غزة، فلسطين.